قصة ولادة طفل الثاني فارس الله يحفظه قصة بالنسبة لي تجربة غير مخططة لكنها كان لها تأثير عظيم علي وعلى علاقتي بزوجتي، وهي على فكرة في نهاية الخمس سنوات اللي تكلمت عنها سابقا أنها ما كانت مشبعة العلاقة الزوجية. بالصدفة ما خططت أني أدخل غرفة الولادة مع زوجتي، وديتها المستشفى قعدت تنتظر في الانتظار، فإذا الطبيبة تجي تقول لي تعال شجع زوجتك شجع زوجتك، ما وديتها الملعب أنا مودي المستشفى، كيف أشجع زوجتي؟ بدأت أتعلم ألف باء أشياء جديدة في حياتي، وش معنى أشجع زوجتي أصلا، وش معنى الولادة، وش يجي في الولادة، وش الأشياء اللي تحدث للأم أثناء الولادة. فدخلت كان مطلوب مني فعلا أشجعها، بس أشجعها بالقرآن، أشجعها أساندها، أشجعها أحمسها، أشجعها أوقف معها، أشجعها تحس أني موجود معها بآية الكرسي، بالمعوذات، ببعض آيات القرآن الكريم. وكانت محتاجة إلى دعم ومساندة فعلا، أنا ما خططت أدخل أصلا، وكان يبدو تشجيعي يعني قوي لدرجة أن سجل الجول وأنا موجود. كانت لحظة قوية جدا في حياتي، ولحظة تذكرت أمي مباشرة يعني وولادتها لي، اختلطت مشاعري بشكل لم أجربه في حياتي، اختلاط مشاعر فرحان حزين فخور، أرحم زوجتي أرحم أمي، أتذكر كأني أرى نفسي في تلك الغرفة البيت الطيني اللي في حريملة، وكانت والدتي بمعية خالتي سارة الله يغفر لها ويرحمها، وقديش أمي كانت عظيمة لنا بدون أجهزة بدون طبيبة بدون طاقم طبي محيط بها وبدون وجود زوجها بالمقرب منها يساندها. لكني بدأت أتغير في نظرتي لوالدتي، وأتغير أيضا في نظرتي لزوجتي، ما صارت زوجتي فقط صارت أم أيضا، صرت أتعامل معها مش زوجة فقط، هي زوجة ولكنها أم في نفس الوقت، ومثل ما أني أحترم أمي وأحب أمي وما أتمنى أي ضر بأي صورة من الصور لأمي، أيضا زوجتي هي أم لكنها أم لأبنائي اللي هم أغلى من عندي. شبكة المجد، القنوات الآمنة للأسرة.